ايه؟ مشاكلكوا ايه؟ اتفضلي ابدأي. اكشلي انا طول الوقت في الجامعه انا واصحابي وبناكل جانك فود، وانا مش عايزه كده، انا عايزه احافظ على جسمي واكل صح. وحضرتك ايه اللي مضايقك؟ انا قاعده في البيت على طول، لا بروح ولا باجي، وقعده البيت صعبه قوي يا مدام. وحضرتك مشكلتك ايه؟ انا اكبر مشكله عندي كرشي، ده مش عارفه اعمل فيه ايه بصراحه، لو كرشي بنزل مشاكلي كلها ارتاحت. وحضرتك كمان ايه مشكلتك؟ انا شوفي يا دكتور، انا مشكلتي كبيره، انا بزعل باكل، بتضغط باكل، بفرح باكل، وانا موظفه حكومه على طول مضغوطه. خلاص انا عرفت ايه هي مشاكلكم وحلها عندي، تابعوا برنامجنا في صحتك.